طلاب بس نكمل الرسم مثل ما حطينا الاحداث السيني والاحداثي الصادي. راح اجي ارسم الرسم هنا خمسة بسبعة، خمسة بالسين وسبعة بالصاد، هاي خمسة وهاي سبعة، فنقطة هنا راح تصير، هاي نقطة اي. عندي سالب اثنين بواحد، هنا سالب اثنين بواحد، فراح تكون النقطة هنا، تمام، هاي نقطة بي. فبما ان القيم موجبة فالميل راح يزايد نحو الاعلى، تمام. هالشكل هذا، هاي هناك نقطة بي وهناك نقطة اي، فرسمت الميل. هسه وصلنا لهذا السؤال، طلاب هم معطينا نقطتين، طبعا نقطة اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2، تمام. بعد ما حددت الاكس والواي فتجي للقانون الاصلي، قانون الميل، هو رايد الميل هنا، فواي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، تمام. هسه اجي احدد النقاط اللي عندي، شلون راح اعوض هنا؟ واي 2 ايش قد؟ واي 1 ايش قد؟ 5. اكس 2 ايش قد؟ اكس 1 اللي هي سالب 1 ومنها سالب، شو يصير؟ فراح شو يصير؟ 5 على سالب 3. هنا الميل ايش بيه؟ شو وين راح يكون اتجاه الميل؟ راح يكون نحو الاسفل، ليش؟ لان اشاره سالب المستقيم. إذن ميل الـ AB اللي هو هذا سالب 3 على 5، الميل سالب، إذن المستقيم نحو الأسفل عند التحرك من اليسار إلى اليمين، وقيم واي تتناقص، وقيم واي تتناقص، اذا الميل المستقيم سالب، اذا الميل سالب فالميل راح يتحرك وين؟ نحو الاسفل، اذا مشى من اليسار لليمين، وقيم واي تتناقص، تمام. بعدين شو يريد؟ يريد من الرسم، فانا احدد المعطيات حسب اللي عندي، سوي لي احداثيين، احداث السين واحداث الصادي، واجي احدد نقاط، طبعا خمس نقاط لان انا عدا اعلى رقم 5، تمام. فحددت خمس نقاط، 1 2 3 4 5، من كل جهة 5، فنجي هنا سالب 1 بخمسة، سالب واحد هذا، تمام، وخمسة بالواي، سالب واحد هذا وخمسة وين؟ بالواي، واضحة الفكرة؟ هاي هي قيمة اي، تمام، هذا سالب واحد وهاي خمسة. نجي اربعة باثنين، اربعة، اربعة بالاكس، هاي الاربعة بالاكس وهاي الاثنين، تمام، اربعة باثنين هاي البي، تمام، والسهم راح يكون بهالشكل هذا، والسهم هذا طلع مفلش، إذن قيم واي تتناقص لأن ونحو الأسفل، ليش تتناقص؟ لأن إشارة الميل سالبة. هسه وصلنا للسؤال الثالث، همين معطينا نقطتين ورايد ميل المستقيم الهن، وبعد ما تشوفها موجب لو سالب، قيم واي تتزايد، قيم واي تتناقص، وترسم لي اياها بكيفك انت، تريد ترسم تريد ما ترسم، يناقصك بالدرجة، تمام. نجي للميل، انا عندي قانون الميل راح يساوي لنا
واي اثنين ناقص واي واحد على اكس اثنين ناقص اكس واحد، تمام؟ فتجي تأشر لي ذني تقول كل نقطة تبدي بإكس تنتهي بواي، إكس واي نجي نرقمهن إكس ون واي ون إكس تو واي تو، هيك ترقمهن يلا تشتغل بالبداية، تمام؟ لازم ترقم يلا تشتغل. فهسه راح نجي شو نسوي؟ نجي نعوض، فواي الثانية إيش قد؟ واحد، مو صح لو لا؟ وسالب من القانون واي واحد سالب اثنين، ومنها سالب صارت، عرفت شلون صارت؟ لان سالب في سالب يصير موجب. اكس اثنين ايش قد اللي هي سالب اربعة، وهنا أنا سالب من القانون وهاي سالب اثنين، تمام. فهسه الميل ايش راح يساوينا؟ هنا أنا راح يصير ثلاثة، هنا سالب اربعة تروح اثنين ايش قد تبقى؟ شارت الكبير واطرح سالب اثنين، طلع عندي الميل سالب، تمام. وانا ذا عندي الميل سالب شنو معناته؟ يعني المستقيم نحو الاسفل، تمام. بما انه اللي هو ثلاثة سالب اثنين سالب، اذا المستقيم نحو الأسفل عنده التحرك من اليسار إلى اليمين، وقيم واي شبيهة تتناقص، قيم واي تتناقص، تمام. خلنا نرسم هذا الرسم ونجي نوضح شلون صارت. فنجي نمسح هذه حتى يصير هنا الرسم واضح. تمام، نجي نرسم الرسم احداثي سيني واحداثي صادي، تمام. بعد ما هاي تجي تحدد لك انت ايش قد عندك النقاط. النقاط انا مسحت النقاط، عاشت ايدك وش الدوم. تمام، كتبت النقاط انا بعد ما مسحتهم. فنجي هنا نحدد سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب اربعة سالب خمسة، وهنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب اربعة